السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مش عارفة إيه اللي منعك تصلي في الجامع؟ ليه تخسر ثواب الجماعة؟ تفتكر ربنا هيتقبل مني الصلاة يا سمر؟ ليه بتقول كده؟ ليه؟ انت ما كنتش قاصد اللي حصل. حتى في القانون اللي درسته في فرق بين النية في القتل والقتل من غير نية. ده اللي بيموت واحد بالعربية القاضي بيديله براءة عشان مش قاصد يموته. انا اللي هقولك وافهمك، ما انت فاهم كل حاجة. بس انا ضربت، كنت قاصد اضربه. قصد تضربه بس مش قصد تموته. بس مات، مات يا سمر، مات وذنبه في رقبتي انا. خلاص عشان تريح نفسك شوف ربنا قال ايه في الظروف دي واعمله. ربنا ربنا قال في سورة النساء، قال على الحكم في دية الأكل. قال في سورة النساء على الحكم في دية الأكل. 77 بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجب فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الحمد لله، شفت حل ربنا. الحمد لله. القرآن بيقول تصوم شهرين، وعشان انت ما تعرفش اهله اتصدق بالدية على روحه، وان شاء الله ربنا هيقبل توبتك ان شاء الله. انا هصوم شهرين وقطع 60 متين وهطلع فلوس لله، ربنا يتقبل. والنبي يا رب اغفر لي وسامحني. والنبي يا رب، ده انت الغفور الرحيم.